السلام عليكم، معكم أسامة بن جلون، واليوم جيت نهضر لكم على لو ديكوفير اوتوريزي اللي معروف فاسيليتي دو كاس. لو ديكوفير هو واحد القدر ديال الفلوس كيكون عندكم ديسپونيبل الى احتاجيتوه ملي كيتقداو لكم الفلوس في لو كونط ديالكم. لو ديكوفير كيتعطى اون جينيرال لي سالاري اللي كيوصلهم لو سالير ديالهم كل شهر في لو كونط بانكير ديالهم. لو مونطون ديال لو ديكوفير ديبون دو سالير، كل ما كان عندكم السالير كبير كل ما كان لو ديكوفير كثر. ولو ديكوفير كيترومبورسا ملي كيدخل لو سالير لو كونط. وكل 3 شهور الى استعملتوا هذا لو ديكوفير خاصكم تخلصوا واحد لي زانتيغي لا بانك ديالكم، ما يسمى بليزاجيو او فائده. هاد لا دوموند ديال لو ديكوفير كدار في لاجونس ديالكم اللي كتجاوبكم من بعد كلكو جوغ. كتستافد من لو ديكوفير العام كامل وممكن تريزيليه في اي وقت، ولكن نصيحه مني ليكم استافدوا منه بالعقل حيت راه اي ديكوفير خاصو يترومبورس. هادشي اللي عندي ليكم في هاد الحلقه، يلا بيس.